فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مساء أمس الخميس، قيام رجل يرتدي زي الأمن بامتطاء ناقة والتجول بها في شوارع مكة المكرمة. وظهر الرجل وهو يتجول بالناقة بين السيارات في مشهد أثار حالة من الدهشة والتعجب بين قائد المركبات، حيث تجول الرجل بالناقة في شوارع أحياء الجميزة وحي العزيزية بمكة. من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغاندي بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص امتطى جملا في أحد شوارع العاصمة المقدسة وهو يرتدي زيا عسكريا، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة واتضح أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية. نشاهد جزء من هذا المقطع. شكرا للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي على هذا التوضيح. مشاهدينا الكرام، انتهى